اهتمام بالبشرة هو الأساس، والجلد بالذات بتاعنا بتاع الجسم ده حاجة يعني حقيقة احنا بنعتبره أكبر عضو في الجسم، أكبر عضو في الجسم، لأنه لو جبنا جلد الإنسان، عارفين كده لما بيجيبوا جلد الخروف بعد ما يتذبح ويتزلخ ويتحط زي الفروة، جلد الإنسان لو جينا فردنا الجلد على الأرض كده هيغطي مساحة قدرها 2 متر مربع، يعني 2 في 1، مساحة كبيرة، ووزنه الصافي 4 كيلو. كل سنتي من الجلد بتاعنا بيحتوي على 10 شعرات في المتوسط، يعني 10 غدد دهنية برضو، وتقريبا 100 غدة عرقية. ومش بس كده، ده فيه كمان 300 خلية عصبية. يا خبر، الجلد ده بيحمينا، واكتر حماية بيحميها الجلد مننا من حاجة اسمها الأشعة الفوق البنفسجية، الأشعة ضارة بتيجي من الشمس. الأشعة دي لما بتوصل للجلد بتعجل بشيخوخته. هي لو تعرضنا للأشعة دي بكمية قليلة ده شيء مطلوب، بس الواحد يفتكر يخاف يقعد بالشمس يقعد في البيت ما يطلعش خالص. دي بتخلق فيتامين د اللي مهم قوي للعظم ومهم للتمثيل الغذائي في الجسم. التعرض للشمس جميل وحلو، المبالغة في التعرض للشمس هي الوحشة، خاصة في الوقت اللي هو ايه، من الساعة 11 الظهر للساعة 3 العصر، أكتر وقت بيكون فيه الأشعة فوق بنفسجية دي متركزة، واللي هي بتأذي. عشان كده لما بنقول الأطفال بتوعنا بالذات دلوقتي وداخلين بقى على موسم البسين والبحر، الوقت ده بالذات يقللوا التعرض فيه للشمس. ولو كانوا هيبقوا عايزين يا ريت يبقوا لابسين مثلا تي شيرت قطن ولا حاجة يحمي الجسم شوية، أو طبعا يتحط كريم الحماية. كريم الحماية في غاية الأهمية في الصيف. كريم الحماية أعزائي المشاهدين من الحاجات اللي لازم نكون مهتمين بيها وعارفين قواعد استعمالها. كريم الحماية من الشمس قد يكون كريم ده العادي، قد يكون لوشن بالذات للأطفال، قد يكون جل البشرة الحساسة. في جميع الأحوال احنا بنبص على الرقم، الرقم ده يساوي لو قلنا مثلا الرقم ده 30 اللي هو المينيمم، ما نستعملش اقل من 30. لو كان واحد هيطلع في وقت شمس اكتر وهيعرق ويعمل مجهود ياخد اكتر 50، لكن 30 مناسب قوي. 30 دي يعني ايه؟ يعني اذا كان الجلد بتاعي لو قعدت في الشمس من غير حمايه هيتحرق بعد 50 دقيقه، يعني جلدي جامد وجميل، يبقى لما احط عليه كريم الحمايه يبقى هيتضرب في 30 مره، 50 في 30 مثلا. لكن مش مهم، احنا عايزين ناخد القاعدة الأساسية 30 على الأقل، 50 لو كنا هنتعرض لشمس كبير وهنعمل مجهود وهنعرق. كريم الحماية يتحط قبل التعرض للشمس بنص ساعة ويجدد. هتلاقي فيه أنواع اسمها ووتر ريزيستنت وفيه أنواع اسمها ووتر بروف. الووتر ريزيستنت ده يعني أقل شوية، بعد شوية المية هتوديه، يعني الواحد لو نزل البحر أو نزل البسين بعد شوية يحط تاني، وتحط كمية كبيرة، ما تحطش كمية قليلة، ودلكه كويس عشان جلد يشربه. ملناش علاقة قوي، مش هنخش ده سان سكرين ولا سان بلوك، دي قصة ملهاش علاقة بيكو قوي، لكن اللي يهمنا ان احنا نبص على التاريخ الصلاحية بتاعتها. اللي بيحصل ان احنا بنسافر المصيف ونسيبه هناك ونرجع مصر ونرجع مصيف تاني ونرجع كذا وهو خلص انت مش واخد بالك، لو خلص سألته. يبقى لازم نبص دايما على تاريخ الصلاحية ونستعمله بالكمية المناسبة من غير تقصير، يعني كمية كبيرة. والأطفال بالذات، الأطفال بالذات مهم قوي عشان هو بيحمينا من الأشعة الفوق بنفسجية. وغالبا بتكون أشعة في 3 أنواع، منها A وB وC. C دي خطر، ما بتخشش في الغلاف الجوي، طبقة الأوزون بتمنعها بالكامل. A بتعدي عادة طبقة الأوزون لا تمنعها، المشكلة في البي. البي هي اللي خطر، لكن طبقة الأوزون لما بتتآكل بتضعف حمايتها لنا. يعني ايه؟ يعني كل ما طبقة الأوزون بتاعت الغلاف الجوي تضعف ب1%، 5% بنزيد زيادة نسبة الإصابة بسرطان الجلد. تخيلوا الإحصائية دي تخوف، مرعبة. الانبعاث الحراري اللي بيحصل في الثورة الصناعية في العالم كله بيؤدي إلى تآكل طبقة الأوزون اللي هي بتحمينا من أشعة بي، أشعة فوق البنفسجية بي. كل ما تتأكل ب1% نسبة زيادة في سرطان الجلد 5%. طب 1% دي كمية كبيرة، بتحصلش إلا كل كام سنة، لكن معناه إن المستقبل يخوف لو استمر تأكل طبقة الأوزون. اللي يهمنا إحنا حاليا دلوقتي إن إحنا بنحاول ما نتعرضش كتير للأشعة فوق البنفسجية بي، بالذات من الساعة 11 للساعة 3
نعمل حماية أكتر ونحط دايما الحماية بتاعتنا الكافية، يبقى احنا دايما مش خايفين.